تقول قلنا وحوى اللي سيبنا عليهم دعوه لا يا يا نهار اسود اللي جرى لعينيك يا نهار اسود اللي جرى لعينيك يا جرى لعينيك سيبني عليهم يا ودي اللي حصل يا نهار اسود اللي جرى لعينيك يا اسود اللي حصل لعينيك يا حصل لعينيك يا خلقت ربنا خلقت ربنا انت مقلت يا مقلت يا اخوي مش كفايه كحورتنا نوار الثعلب نوار الثعلب تبهدل دلوقتي تشرق لط ايوه بيت شكلتنا انا شكلتنا انا نوار التعلى حصل حاجه يا حصل حاجه وحصل حاجه يعني كل اللي في وشك ديك ما حصل شيء كل اللي في وشك ديك ما حصلش حاجه ايه تاني يا روح رجاله يا روح هموت واحد هموت واحد الراس من النبى الراس نجيت كيف لا عدت ازاي من الشوم يا ابو يا ما طلعت يا شيخ اصبر خلقات دايقة ما طيقش ما طيقش منا قلت لك سيبنا عليهم ايوه اقول لك سيبني انا امي تعال بنكمل بس يا عم تعال يلا ها قول له تشيل بس وديني للكنب والله ما خلاص كده كفايتك مش قادر كفايتك على تسيب يا طاقة النور طفيت النور في وشي ليه بس مش امبارح بتاع امبارح اللي كان امبارح لا ده امبارح من سنين وتحديدا سنة 67 وانا اقول ما كانش هنا صحيت من النوم مفزوع على صويت ونواح مالي دورنا اللي جنب الجمعية الزمعين اللي بدخلت البلد طلعت من اوضتي جنبي اترميت في حضن امي في ايه يامي اطرد وسامع دقات قلبها كأن انا وهي بس اللي في الدوار فلت منها شديتني ستي ضمت ست ضمه مش نسيت تعالى يا حسن عجلك في لحظة يغيب ما عدتش نشفت وقدلت يا أخوي اللي ما في مرة قلت لي مش أنا مشيت إبدأ قال لي اصبري قلت له صبري نعم قلبك تعب من الوجع يتحداتك هو أي زبالة طول عمر ووجع من نجم جرحك كبر وانتسع يجي من جميع الدين الحتة دي انخراج وانت اللي جرحه بإيديك الدنيا فضيت علي وبقيت لوحدي تايه وكأني تايه صح بس مش امبارح بتاع امبارح اللي كان امبارح لا ده امبارح من سنين وتحديدا سنة 67 انا ابويا مات كان عندي 6 سنين صحيت من النوم مفزوع على صويت ونواح مالي دورنا اللي جنب الجمعية الزراعية اترميت في حضن امي في ايه امي وسامع دقات قلبها كأنها وهي بس اللي في الدوار فلت منها شديتني ست ضمتني ست ضمه النهاردة مش نسيها تعالى يا حسن اللي خلف ما ماتش يا ابراهيم اللي خلف ما ماتش يا ابراهيم وصل شويه كانت الجنازه ماشيين امك في الجنازه ماشيين وضرب الجيش 21 طلقة تشريفا للشهيد كل طلعة كانت بتطلع كانت بتهز كيانك وقدرت وخلصت على يعني وتجوزت وربنا رزقني ابراهيم وعلي كبر ابراهيم ما كانش ليه في التعليم جوزت وسافر الجيش وعلي خلص ثانوية ودخل حربيه وفي يوم تخرج علي والمحافظة عاملة احتفال وبتكرمني وتكرم كل أبهات ضباط الحربية خلص الاحتفال وطلعنا لسه بنركب في العربية اهو انفجار علي راح علي راح ادي اللي باقي من علي ادي اللي باقي من علي ادي اللي باقي
كل ده اللي باين عليك. مش عارف اقول ايه لابراهيم لما يجي يسال عليك.